يا ولد عوضك عوضك صوت الإمام هاي صوت الإمام دي ما كنت قال كتاب لي انظر للمخصف هذا قرآن الله هاي العلماء هاي شو يصير بيهم؟ يعني يرضى؟ الإرهاب مو احنا الإرهابيين هم الإرهابيين هم اللي يجون يقولون انت عمل بالحرية وين الحرية؟ وين الديمقراطية؟ هم أهل هم الكفراء هم الظلمة هم الإرهابيين خلي سأل السيستان شوفوه هاي العلماء هيك؟ هذا القرآن هيك يصير بيه؟ يا رب لا هيك لا تكسر لقد تم الاعتداء الأثيم على مكتب السيد الشهيد الصدر في جانب الرصافة وبالتحديد في مدينة الصدر المنورة في الساعة الرابعة فجر هذا اليوم باثنتي عشرة دبابة وتساندها المروحيات الأمريكية طروح طيارات والد انت قول يتحول هسه هنا من آذى ذميا فقد آذاني هاي الديرة حرة حرة يا مستعمر اطلع برا هاي الديرة حرة حرة يا مستعمر اطلع برا هذاك الروحي تعبى عن تغيينة ان الحصار الذي يجتمع على الفلوجة وعلى الأنبار إنه حصار ظالم لا يسمح لهم بدخول أي مادة طبية أو أي مواد غذائية بل ولا يسمح لهم بانتشال جثثهم إلى المستشفيات المستشفيات قد هدمت والإسعاف قد دمرت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يسامحك